القمة. حلو قوي، نثبت على كده يا شباب عشان نصور. ثانية واحدة، مش وقت منظرة. طب خدتوا الصورة؟ ومعانا شباب ما بيهزرش في اللعب في المركز الثاني. بنظرة سطحية كده يتهيألك إنهم اتنين أصحاب بيلعبوا. خليني أقول لك على السر، الاتنين دول أعضاء في تنظيم سري اسمه دواخين يا لمونة. أول قاعدة عشان تبقى عضو في التنظيم السري، أوعى تفتح بقك بأي معلومات عن دواخين يا لمونة. القاعدة التانية لأعضاء تنظيم دواخين يا لمونة، أوعى تقول إنك عضو في تنظيم دواخين يا لمونة، لأنها حاجة تكسف أصلاً. ولما نرجع لكم، إيه اللي ممكن يحول الوحش البشري ده؟